الحياه يا اولي الالباب. نعم استاذ ودي، خلينا نبدا كده بالاسم، يعني مع حفظ الالقاب بين قوسين ودي، الاسم ده طوالي بيحيلنا الى حلفه، وفي حلفه الى حلفه القديمه، حيث الفنادق العريقه والشوارع النظيفه والتحرر والمساومه بين المراه والرجل، وخلاف لي ده كله يتخيل لي الذكريات الحزينه والمغسوله في ذات الوقت. يعني مره قريت كده في كتاب انه وهم مهجرينهم باللوري، واحد كان بيصيح بطريقه هستيريه، اقيفوا اقيفوا نزلوني نزلوني، قال لهم مالك؟ قال لهم نسيت المفتاح حق البيت. اي نعم طبعا، انا عند التهجير طبعا هو تهجير قسري، وكان تجربه انسانيه يعني المفترض الناس لسه تقراها كثير، ولحقتها برضو تجربة جديدة في السودان، هي تجربة المناصير وأمري، وبرضو المهجرين بعد تعلية الروسيرس برضو وستيت، يعني تجارب متكررة. كل تجربة من التجارب دي فوق، يعني فوق جانب إنساني يجب أن يرى، فوق جانب نفسي يجب أن يبحث، فوق جانب اقتصادي واجتماعي. أنا ما كنت ولدت يعني في التهجير، لكن ممكن أقول لك إنه عايشت يعني أو عشت التهجير ولحظاته من خلال الحكي، لأنه أبهاتنا أمهاتنا جداتنا الكبار كلهم كانوا بيحكوا بحسرة عن تلك المدينة الجميلة الوارفة السياحية وادي حلفة التي أغرقت. قلت لي عندك جدك رفض يتهجر؟ نعم، أنا حفيد الأستاذ صالح عثمان الحاج جدي. طبعا نحن غريتنا على الحدود السودانية المصرية في على الضفة الغربية من النيل، في غرية تسمى أرجين. أرجين دي بتقع على الضفة الغربية. عند التهجير كل الناس بالضفة الغربية هاجروا، لم يتبقى أحد بالضفة الغربية، تبقى فقط أو بغى فقط جدي وجدتي، وظلوا بالضفة الغربية إلى أن لحق بهم الذين رفضوا التهجير من الضفة الشرقية، واللي هم أسسوا وبنوا مدينة وادي حلفة الآن. طبعا وادي حلفة الحقيقية هي داخل البحيرة، فديل الصمد الحقيقة. والتحية لكل أهلي في وادي حلفة، وحي أهل وادي حلفة على هذا الصمود، ويجب أن نعيد حقيقة هذه المدينة الجميلة إلى سيرتها الأولى وأفضل إن شاء الله. بعدين بدون مقاطعة، أنت تحدثت عن أرجين، وأرجين دي تاريخ وحضارة ومعابد وقصة براها. يعني كل المنطقة النوبية هي منطقة أثرية، لكن ما تم إنغازه من الآثار هو بسيط، يعني لأنه حتى المنطقة الأغرقت بالسد في منطقة نوبية اللي هي جنوب السد مباشرة، وفي بعض القرى النوبية الهجرت برضو موجودة داخل مصر، وفي النوبيين الموجودين داخل السودان دي الهجروا إلى حلفة جديدة. الشيء الشاهد في الأمر إنه أن جدي لم رفض الهجرة، وكان مصر على إنه التهجير إذا نحن غادرنا هذه المنطقة لن تعمر مرة أخرى، وبالتالي يجب أن الناس يمشوا للمناطق العالية أو إلى الجبال حتى تنحسر المياه، لأنه كان عنده يقين أنه لحظة ملء السد بعد ذاك الموية حتنحسر وتستغير على مستوى معين، لأنه ما كان في استغرار، بعد ذاك نعمر. فللأسف هو من الضفة الغربية من النيل ما لقى مؤيدين، فظل هو وجدتي وكلابه، وبقيته مثل السيف وحدي، بقى براه هو وجدتي وكلابه. الذكريات عن وادي حلفة دافئة وجميلة، لكن لأنه الزمن ساعة واحدة حننتقل لمحطة أخرى، اللي هي محطة انتمائك لحزب البحث العربي. أنا شايفة أنه طريقة الانتماء كانت مختلفة ومغايرة. دائما لما تسأل زول عن انتمائك للحزب بيكون عنده إيمان بالأيديولوجيا، أنت كان بوابتك برضها عاطفية، نفس الفكرة بتاع الدفء وادي حلفة اللي هي الإيمان بالنضالات، وكنت صبي غرير كده مبسوط شديد من الكتابة على الحيط، من الشهداء ومن شهامتهم ورجالتهم، حيدر بندي، خالد نقد الله، العديد من الأسماء. فحدثنا عن فكرة الانبهار بالنضال وبالمظاهرات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. صحيح، يعني الانتماء والانتساب لحزب البعث العربي الاشتراكي أو لأي حزب، ما كله بيكون مدخله الجانب الفكري فقط،
ولكن أيضا حينما يتجسد الفكر والمبدأ في أشخاص تراهم قدوة تراهم نموذج. أنا حقيقة تأثرت بحزب البعث العربي الاشتراكي لأنه أول مواجهة لي في نظام مايو كانت في العام 1981، واستشهد فوق الشهيد خالد أحمد سليمان نبض الله، ونحن يعني بنشوف المنظر ده ونحن في مقتبل عمرنا. أنا كنت في أنا ذاك في المرحلة المتوسطة، ولكن كلنا كنا إيمان وخرجنا في التظاهرات في مواجهة النظام المايوي. باستشهاد خالد أظهر حقيقة معادن الناس، من هم الذين كانوا يناضلون حقيقة. رأيت النضال والصدق في أشخاص أنا قدامي، وأحيي أسرة بندي بشكل عام يعني، وهي أسرة يعني فوق اهتمامات سياسية حياة، وربنا يتقبل يعني الشهيد الله يرحمه حيدر بندي. فحيدر ده كان نموذج بالنسبة لنا. المقبرة حينما ندفن أحد الموتى كان يتحدث، يعني أنا شفته في المغابر ونحن برضو صغار، وهو مطارد من قبل النظام. شايفك مصر على كلمة نحن صغار دي دائما بتدخلها. ما أنا قلت سنة 81. أيوة. توفى أحد أبناء الغرية بالبلهرسيا، ونحن طبعا مشروع زراعي، وكان المرض منتشر بشكل كبير جدا جدا، في ضعف في الرعاية الصحية. طبعا ما في مقارنة بين زمن ذاك وزمن حد، برضو كان أفضل من 30 سنة العجافة الفاتت دي، لكن إنه كيف يتوفى شاب في مقتبل العمر بالبلهرسيا ونحن ما متوفر لنا العلاج، دي كان خطبته في المغابر. وكان بيظهر في مثل هذه المناسبات كأنه شبح يتحدث عن قضايا الناس ويغادر. وحينما استشهد خالد أحمد سليمان صحينا الصباح والغرية مطوغة بالأجهزة الأمنية، إننا كل الحائط مكتوب فيه شعارات تنادي بإسقاط نظام مايو والاستمرار. من الذي كتب هذه الكتابات؟ وكانت كتابات مكتوبة بشكل جميل وشعارات جميلة، هم البعثيين حيدر بندي ورفاقه. أنا جبت حقيقة بهذه القوة وبهذه والصدق، ولحد ما توفى حيدر بندي في بداية الإنغاز كان لا يحب سوى شعبه ووطنه، ما عنده أي حاجة في الدنيا دي. فدي قيمة ما بعد قيمة. صحيح هو استشهد بعد ما إننا وتوفاه الله بعد ما نحن انتمينا لحزب البعث العربي، لكن شفنا حيدر انتمينا الحزب بعد ذاك. الحزب أدانا فكره، علمنا، ربانا مع أسرنا زي ما زمان كان بتربيك أسرتك ومجتمعك الصغير والغرية. الحزب بعد ذاك هو علمنا، وهو يعني حتى تدخل في تفاصيل يعني أكاديمياتنا. إحنا كنا بنذاكر بالتوجيه الحزبي. إعداد. في مقولة عندنا في الحزب، البعث الجيد هو الأكاديمي الجيد. أنت أكاديميا ما جيد، أنت ما بعثي جيد. وعشان كده كانوا بيتابعونا. دي الحاجة اللي خلت حزب البحث هو يعني أسير الصفوة الأكاديمية أو الفكرية. والله إذا كان في فترة من الفترات هو حزب صفو، دي كانت مرحلة، لكن الآن أنا بفتكر إننا حزبنا تمددت في كل القطاعات والفئات. يعني نحن برضو حينما نقول الأكاديمي الجيد ما بنقصد إنه لابد إنك تتخرج من الجامعة ولابد إنك تكون حامل شهادة عليا ولا كده. اللي مهم إنك أنت تكون مثقف. وعشان كده الآن حزب البعث يتمدد وسط الحرفيين، وسط المزارعين، وسط العمال وصغار الكسبة، وده الحزب اللي احنا دايرينه. طيب يا أستاذ ودي لو سمحت لي، إنه المدخل الأول كان إنك أنت انتميت لحزب البعث العربي من واجهة النضال والإعجاب بالمظاهرات حقة السكر الشهيرة في وادي حلفة وغيره، والشهداء أيوة والشهداء وغيره. فهل ده كان فيه بعض خلينا نقول بعض المخارجة النسبية من إنه واجهة حزب البحث العربي ده ما بتتماشى مع المجتمع السوداني، على الأقل من حزب البحث العربي في إسقاط للهوية الإفريقية من الأول حاجة. الحاجة الثانية، بدل ما نحن مثلا نجنح لتكوين وحدة عربية، عندنا مكوناتنا الداخلية السودانية دي محتاجة لإنها شنو يحصل لها انصهار ويحصل لها تجميع.
فالفكرة الغربة الحزبية دي اللي خلتك تدخل من باب النضال وليس من باب الأيديولوجيا. طبعا الكلام ده اتقال لما كان طبعا للأسف يعني نحن أزمتنا في الفترتين، في فترة مايو هم الأخوان المسلمين هم الذين شاركوا مايو وهم اللي أوصلوا. بالمناسبة الأخوان المسلمين ديل ما عندهم أي يعني، نحن الأخوان المسلمين ما جايينهم، لكن حسنا نحن في مربع حزب البحث ده يعني في مربع حزب البحث نفسه ومواءمته للحالة السودانية. الجبهة الإسلامية الغومية هم ما كانوا شركاء لمايو، ونحن في حزب البعث العربي الاشتراكي أول ما سقط النظام المايو كنا نحن اللي بنهتف تصفية أثار مايو، وكنا نقصد الجبهة الإسلامية الغومية، وكنا نقصد إزالة قوانينه. وللأسف المسألة دي ما تحققت في الفترة الانتقالية من 85 ل 86. هم كانوا الشيء المضاد إنه والله يا أخي ديل علاقتنا شنو بالعرب، نحن إفريقية، نحن بننكر الإفريقية، ودي مراجعات عادية في الأحزاب. لا نحن ذاتنا أصلا ما كده، الأصلي ذاته ما كده، ده محاولة للتشويه. حزب البعث العربي الاشتراكي يؤمن بالتعدد الثقافي، وهو ليس حزب إثني وليس هو حزب عنصري. نحن ضد العنصرية، ضد الانتماء للعرق، نحن مع دولة المواطنة. لكن اللافت الكبيرة الشديدة اللي هي الوحدة العربية، الوحدة واللي العربية جربت في مصر وسوريا. لا ما هي مصر وسوريا دي تجربة تانية، لكن ممكن نتكلم عنها. لكن دار أقول إنه هي في النهاية نحن بنتكلم عن وحدة سياسية، نحن بيربطنا داخل الوطن ده يعني حاجات كثيرة. التعدد في القطر الواحد، ما في دولة في العالم ما متعددة الثقافات، عشان نحن ما نكبر الحاجات كثير، لكن هي قادرة على إدارة هذا التعدد. نحن نضالنا ده كله كيف يمكن أن ندير هذا التعدد؟ فأنا أفتكر ده التحدي الآن برضو، كيفية إدارة التعدد الموجود في السودان اللي هو نحوله بدل من أنه يكون عامل من عوالم من التفرغ لعامل من عوامل الوحدة والاستفادة منها. فنحن ردينا في الوقت ذاك ببيانات وكتابات سميناها ردود على شائعات، وتكلمنا عن هذه المسألة. نحن ما نؤمن بإفريقية السودان وبعربية السودان، ونحن بنقول والله يا أخي نحن مع دولة المواطن، ما عندنا أي جانب إثني ولا عنصري. عشان كده أقول لك يا أخي، طيب البعثيين ديل بداياتهم كان في جبال النوبة وفي شمال السودان في المنطقة النوبية، وديل المؤسسين حاجة غريبة. هي مش حاجة غريبة، هم لأنهم يؤمنوا تماما بأن هذه الفكرة ليست ضد الثقافة بتاعته المحلية وليست ضد الإفريقية كثقافة، ولكن الوحدة السياسية هي للوحدة العربية. لأنك أنت لما تتكلم عن وحدة لابد تحددها في إطار جغرافي معين. فدي كلها يعني أنا بقول إن هم من أعداء لفكر حزب البعث العربي الاشتراكي، وبيحاولوا يصوروا إنه الدعوة للوحدة العربية وكأنها ضد التعدد وكأنها ضد نحن ما متعالين على أي ثقافة من الثقافات. طبعا يا أستاذ ودي لو أنت معي يعني، أو لو توافقني الرأي أو حتى تختلف معاه، معظم الأحزاب الجايانة كلها فيها تغريبة بالأمانة، ما عدا ممكن نقول حزب الأمة ده الوحيد اللي هو أصيل فكرة سودانوية. لكن لما تجي للناس حسن البنا أو لحزب البحث أو لغيره، كلها أفكار دائرة موائمة، يعني دائرة تاني سودنة، إعادة صياغة سودانية. نمشي لجانب آخر اللي هو جانب الآن، مثلا أنت واحد من دعاة الديمقراطية، رموز حزب البحث في السودان من دعاة الديمقراطية والناس الأسهموا في صياغة الوثيقة الدستورية إلى آخره. بعض الناس بيشوفوا أنه حزب البحث في ممارساته السياسية في سوريا وفي العراق كان في مشاكل كبيرة شديد موجودة ما بين المدنيين والعسكريين، وكان في ديكتاتورية وكان في دموية أيضا. طيب يعني أنا دار أقول أول حاجة لابد أن نوضح إنه الأحزاب السياسية دي فكرة إنسانية، والفكرة الإنسانية ما عندها حدود. يعني التجارب الإنسانية نحن نتعلم من تجربة جنوب أفريقيا، نتعلم من التجربة الإثيوبية، نتعلم من غيره. يعني ليه الناس ما قاعدة تشوف إنه حتى في تجارب حوالينا؟ فالتجربة الإنسانية ما عندها حدود، لأنه العلم والفكر الإنساني لا يحد، وقابل للتطور. وبالتالي إننا لما نتكلم عن أفكار نقول والله دي أفكار مستوردة ودي كده، ما في فكر عنده حدود. طالما هو فكر إنساني أنت كده بتحاول يعني تضيق كل شيء. نستفيد من التجارب الإنسانية، ده ما في اثنين ثلاثة في المسألة دي، نوائم هذه نشربها بالبيئة السودانية ما في مشكلة. إذا كان في أي تعارض أو تنازع ما بين عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا نحن السودانية، أنا أفتكر إنه شيء طبيعي وإلا ما حتنمو. أما القصة بتاعت إنه والله يا أخي في سوريا حصل كده وفي العراق حصل كده، ودارت حاكم تجارب دول بواقعك أنت السوداني،
ده كلام ما سليم. دايرة حاكم يعني حزب استطاع أن يصل السلطة ماذا فعل؟ نحن ما في مشكلة. أنا لو قعدت تكلمت 5 ساعات أنا ما حأوفي التجربة بتاعت الحزب في العراق حقا، لأنه دي تجربة متطورة. كل الناس الآن يدركوا تماما التطور والطفرة العلمية اللي حصلت في العراق من دولة يعني دولة هزمت الأمية. للأسف الآن نحن في القرن 21 والأمية قاعدة تتراجع في وتظهر تاني مرة تاني في العراق. مثل ما نعاني من تلك البلد ديك، هي البلد اللي حصلت فوق النهضة الاقتصادية والعلمية ودولة الكفالة. وأنا يعني أنا في عام 2002 زرت العراق زيارة، ولا هي زيارة الوحيدة أنا في حياتي اللي زيارة في عام 2002. في العام 2002 أي مواطن عراقي كان بيأخذ كل احتياجاته من المواد التموينية مجانا. معك يا أستاذ ودي. بيدفع 500 دينار اللي بتساوي 500 جنيه سوداني آنذاك، اللي هي كانت حديدة. كويس، دي قيمة الترحيل والتكلفة. معك طبعا. دي دولة نموذج اللي هي بتحقق دولة شنو الكفالة والعدالة الاجتماعية. نجي للسودان، معلش أنا خلينا أقول للسودان، حاكمه حزب البعث العربي الاشتراكي. أنا بس دار قبال السودان لو سمحت لي. طبعا أنت مهمتك الأساسية رجل قانوني ورجل محامي، ويعني مسألة الدفاع دي بتجري في دمك، لكن برضو نحن ممكن عادي نقدم تجارب بتاعت نقد ذاتي عادي جدا، يعني ما فيها إشكاليات. يعني مثلا الإسلام ده تجربته في إيران غير في السعودية غير في السودان، وهو رسالة كونية ورسالة إلهية نحن مؤمنين بها. ففكرة سودنة الفكرة السياسية دي ما أظن عليها إشكاليات. نحن تحدثنا إنه العراق حصل فيها طفرة علمية طفرة اقتصادية، لكن في ذات الوقت بعض الشكاوى من الأقليات الدينية من الأقليات العرقية في تجربة سوريا، الانشقاقات اللي حصلت ما بين المدنيين والعسكريين إلى آخره، ده ما بيمنع إنه بعض الثقوب السوداء في تجربة حزب يعني ممكن تكون تجربة فيها صفحات بيضاء وأخرى سوداء زي التجارب الإنسانية طبعًا العادية. طبعاً هو النقاش بالطريقة دي بيكون هو مفيد. نحن بالطبع فكرة إنسانية قابلة للنقد. أنت قلت النقد الذاتي. نحن النقد الذاتي ده شيء أساسي داخل حزب البعث العربي الاشتراكي، وعند مبدأ النقد والنقد الذاتي، يعني مش تنقد حتى تنقد ذاتك. وبعدين مش كل مرة نقعد ننقد ذاتنا، إذا بننقد ذاتنا وبننقد الآخرين وما بنطرح بدائل، ما بنتجاوز ما تم نقده أو ما نقدناه في نفسنا، أنا أفتكر إنه ده بيبقى كلام ساي. غيمة حقيقية عندنا نحن النقد والنقد الذاتي. طيب، حزب البعث العربي الاشتراكي في تجاربه سواء كانت في سوريا ولا في العراق مرة بمراحل في أخطاء ارتكبت بدليل إنه تم تصحيحها. يعني مثلا إذا مسكت في سوريا أو مسكت في العراق بعد الثورة بتاع 58 في العراق، ما حصل بعد 58 استلام السلطة في 63، الردة على الحزب ذاته في 63 نفسها، ثم العودة تاني بثورة في العام 68، واستمرار المسألة دي الثورة من 68 حتى الاحتلال في العام 2003. إذا جيت غيمت التجارب دي فوق التطور وفوق النقد لتجارب سابقة وفوق إرساء والحزب ذاته يعني تم دمج حزبين مع بعض وتم تطوير البداية. نعم في البداية هي طبعا حزبين، حزب البعث والحزب العربي الاشتراكي. طيب نحن المسائل دي كلها محاجات إنسانية غابرة، إنه يكون فوق جزء خطأ وفوق جزء صح، لكن أنت ما بتحاكم الفكرة كلها بجزئيات. حسي طبعا دي ما محاكمة، لكن ده شنو يعني تفكير بصوت مسموع. نعم صحيح. طيب لو الزمن ضيق ونحن دايرين نقفز في المراحل، ممكن تسمح لي نجي للسودان؟ أنا حاجيك السودان بس أنا التجربة بتاعت الهناي يكفي. إنه العراق دي يعني التجربة بتاعت الحزب في العراق ما انتهت لا بثورة شعبية ولا بانتهت بضيق ولا غيره، انتهت باحتلال بالاحتلال الأمريكي. فهذه ما هي الإشكالية جديرة بالاحترام. الشهيد صدام حسين أنا أفتكر إنه أرسل رسالة، الآن لا تلقى عنده قريش، لا تلقى عنده أرض، لا تلقى عنده قصر، لا تلقى عنده أي شيء، وهو الشخص اللي قدم رسالته وهو بيستقبل الموت بالطريقة الشافوها الناس ونحن مقبلين. طبعا يا أستاذ ودي لو أنت معي في القراءات السياسية عشان نمشي من الملف ده لملف آخر في السودان، أنا ده خليني أقول لا جاي للسودان، لكن في القراءات السياسية يعني مثلا جمال عبد الناصر كان نجم للخارج، لكن كان عنده مشاكل داخلية مع الأحزاب مع الحريات مع كذا، وذات الأمر لصدام حسين خلينا أقول دي وجهة نظري أنا الخاصة، وإن شاء الله نتلاقى تاني في ملفات أوسع من كذا. نجي للتجربة بتاعة حزب البحث
في السودان. أول حاجة خلينا أكد على نقطتين في شهداء 28 رمضان. النقطة الأولى ماتوا بطريقة لا إنسانية وقتلوا في وقت لا ديني، يعني 28 رمضان. فلكن في ذات الوقت هي حركة، وحركة كان يمكن أن تحدث انقلابا لتعديل مسار أو إلى آخره. ده بيعني برضو أنه حزب البحث مؤمن بالتعديلات عن طريق الانقلابات العسكرية لتعديل المسارات. تعرفي خاتمة سؤالك دي حقيقة بتمس الشهداء، يعني شهداء 28 رمضان. أنا أتساءل أنا نعم يعني أنه ده برضو انقلاب. أول حاجة هم ليسوا انقلابيين، شهداء 28 رمضان بنحييهم طبعا وبنحيي اسرهم وارواحهم، لانه لكن ده فعلا هو تساؤل وبيتردد من قبل الاعداء، دائما اعداء الحركه. والحته دي عليك الله عشان نديهم حقهم، اديني فرصه شويه. شهداء 28 رمضان ديل هم شهداء تنظيم الضباط الوطنيين الموجودين داخل القوات المسلحه، وهذا التنظيم ما نشا بعد انقلاب 30 يونيو، هو تنظيم موجود قبل انقلاب 30 يونيو، وهو التنظيم. هؤلاء الضباط الذين تم إعدامهم هم الضباط الذين أسندوا الشعب السوداني، سندوا الشعب السوداني وانحازوا بالقوات المسلحة في انتفاضة مارس أبريل. أول قرار صدر في السلطة من السلطة الانتقالية والمجلس العسكري الانتقالي بعد الانتفاضة هو إحالتهم للتقاعد. ليه؟ ده سؤال. لأنه لا زال كان الأخوان المسلمين سيطرين على الفترة الانتقالية، وبيفتكروا انه ده الخطر عليهم لانهم سيقوموا بتأمين الديمقراطية. الجبهة الإسلامية القومية هي التي انغلبت على النظام الديمقراطي المنتخب في 86. طيب انتخبناه، ده نظام بشكل إرادة الشعب السوداني. من الذي انغلب عليه بالانقلاب؟ انقلب عليه الأخوان المسلمين والجبهة الإسلامية القومية بانقلابهم المشؤوم في 30 يونيو 89. هم برنامجهم هو إعادة السلطة لأصحابها برضو عن طريق فوهة البندقية. ليس فوهة بندقية، هي دي بغيام القوات المسلحة الحارسة للدستور أن ترد هذه السلطة لأصحابها للشعب السوداني. بعدين أنت الانقلاب بتقول انقلاب لما يكون أنت بتنقلب على ديمقراطية، لكن ده انقلاب عسكري قام، ودي قوة مسلحة وطنية تريد أن ترد السلطة إلى الشعب. نعم. فمن الذي انغلب على السلطة؟ عشان كده هم قتلوهم غدر وبطريقة لا إنسانية وبطريقة ولا لا إنسانية، ده ما فيه خلاف، وكانوا يخافوا حتى من مقابرهم. وعشان كده نتمنى أنه اللجنة يعني تصل إلى النتائج الحقيقية حول هذه المقابر المشتبه في إنها هي مقبرة الشهداء والنائب العام، وحتى جزء كبير لا منتمي لحركة، يرد لهؤلاء الشهداء الأكرم منا جميعا. هم دين نفس الناس شالوهم في الفترة الانتقالية. أستاذ ودي، من جفاف السياسة ومن غبنها، خلينا نقول عديل كده بالواضح غبنها، إلى دفء الإنسانية مرة أخرى. عارف الطيب صالح في واحدة من قصصه يتخيلي دومة وتحامد بيقول لك لقد فات على هؤلاء أن المكان يتسع للدومة وللضريح ولمحطة الباخرة. والحاجة دي حصلت بشكل كبير شديد في بيتكم اللي هي منزل ممكن يكون صغير لكنه يتسع ككل منازل السودانيين بتحت الجالوسة العادية دي، يتسع للشيء وضده، لحزب البحث ولجماعة أنصار السنة المحمدية اللي هو شقيقك عبد المنعم صالح الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. فنتحدث شوية عن التكوين السوداني اللي فيه الشيء ونقيضه في ذات الوقت. والله يا أخي طبعا صدقتي وصدق الطيب صالح، يعني إنه البيت السوداني استوعب كل، والوطن السوداني أيضا استوعبنا كلنا. بس المسألة تقوم على أساس الاحترام واحترام الرأي الآخر، وأنا أفتكر إنه دي تربية بنتربى يعني، وفي نفس الوقت تدريب، يعني برضو تقبل الرأي الآخر ده تدريب. عشان كده احنا بنقول الديمقراطية تتطور من خلال الديمقراطية، كيف نسمع بعضنا. حسي في ناس تلقاهم منتظرين كده، يا أستاذة تخلصي كلامك بس هو مركز معك بس عشان يقول كلامه. أنا أحترف أيوة، أو حتى لو عنده وجهة نظر تانية أو حتى موضوع آخر ما بكون مركز معك. احنا نسمع بعض بشكل هادي عشان نقدر نفهم بعض. أنا بفتكر إنه الكلام ده يعني في الأسرة طبعا، أنا بحيي والديني الوالدة والوالد صالح
ووالدتي بدريه، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين بالعيد. احنا برضو بنقدم لهم التحايا يعني صراحه والصغير. ربنا يديهم الصحه والعافيه. يعني ابوي رغم انه كان يختلف معنا يعني مرات وكده، لكن على الاطلاق ما وقف في طريق اي واحد مننا في قناعاته، بل العكس. والدي كان بيأمن لنا اجتماعاتنا لحزب البعث العربي الاشتراكي ويستقبل انصار السنه. وبالمناسبه يعني حتى بسببنا عبد المنعم اخوي ده مره في خطبه في حلفه في خطبه انا اعتقد انه كان تعبان جدا والله. اي والله في خطبه جمعه في 99 كان تحدث عن الترابي قبل المفاصله. وطوالي جات الاجهزه الامنيه ومطاردات وكده. المهم هو قدر ان هربناه، وكانت الدنيا عطله بتاعت عيد معيدين نحن في البلد. الكلام ده سنه مش 99 عفوا، الكلام ده سنه 93 سنه 93. ف بيبحثوا عنه ما لقوه، جو البيت ما لقوه، قام اخذوا ابوي رهينه، وانا ذاتي ما كنت موجود. قعدوا معاهم اسبوعين رهينه. ولدك يسلم نفسه. حسنا انا دار اقول ده اسلوب العصابات. الناس اللي حاسين بيتكلموا عن الحريه وهم طالعين وبيهتفوا كل يوم جمعه، ويعني الحريه اللي انت بتتمتع بها الماشي بها في الشارع دي الحريه جابوها لك الشهداء اللي انت قتلتهم انت. بتستمتع الان بالحريه اللي جابوهم. فيعني رهينه، والدك رهينه عشان تسلم نفسك. منو اللي قاعد يتعامل حسي كده؟ عشان نحن نقول اننا نحن ما بنتعامل بغبينا، ولا نحن جايين نفش يعني زي ما بيقولوا نتفشى. نحن دايرين نقيم دوله بتاعت عداله وسياده لحكم القانون. فكوا بعد اسبوعين ما في سلمنا عبد المنعم. ثاني اعتقلوا رهينه برضه خدتوها 10 ايام. استحمل ده كله والدنا رغم انه يعني هو احنا ناس بلق وراشدين ومسؤولين عن انفسكم تماما انفسنا. وبالتالي لا يمكن انك انت يعني تحاسب. وحتى في الدين يا اخي ولا تزر وازره وزر اخرى. يعني نحن يعني انا بحيي يعني كل الذين صمدوا خلال تلك ال 30 سنه. يعني انت تعرفي انا فرحان ليش بالثوره دي بعد التضحيات دي وانتصارنا. اكثر حاجه انا فرحان بها انه انا ما خسرت نفسي 30 سنة دي. أنا ما خسرت نفسي. بمعنى إنه ما سقطت لا بالترهيب لا بالترغيب. ما أنا في النهاية بشر. لكن أنا داير أسألك ليه هو يعني أستاذ ودي برغم يعني بتتسم مثلا بأسلوب كده دراماتيكي جدا، وأنت بتقرأ القرارات بتاعت لجنة إزالة التمكين وبتتكتب عنها الكثير من البوستات، وأحيانا بتستخدم اللغة القوية جدا، لكن في ذات الوقت برضو بني آدم شفاف ودمعتك قريبة جدا، وده شفناه في فرحة المعلمين بزيادة الرواتب. بذات الفرحة دي وبذات الشفافية دي درك برضو تعمل لي نقد ذاتي لمضي سلسة الزمن من الفترة الانتقالية. هل الإجابة على سلسة الأسئلة ومضي سلسة الزمن كان نجاح في معاش الناس كما في الأشياء الأخرى؟ فقط بعد هذا الفاصل القصير تتوالى الأسئلة من لم يعد سرا. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومن جديد كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يا رب العالمين عيد أخضر عليكم. أستاذ ودي إزيك؟ الله يخليك. كيف الأمور؟ كله تمام الحمد لله. قبال الفاصل توقفنا في نقطة أخوك أنصار السنة وإنه البيوت السودانية غصبا عنها بتضطر لقبول الآخر والتعايش معه اجتماعيا على الأقل. إذا تعايشت مع الإسلاميين اجتماعيا لكن لم تستطع أصلا بأي حال من الأحوال استساغتهم سياسيا، والدليل على كده مثلا السيد ياسر عرمان تحدث انه عن قبول الاسلاميين في الفتره الانتقاليه ما عدا المنتمين لحزب المؤتمر الوطني، وبالنسبه لي انا كفرد او بالنسبه لبعض الاشخاص قد يكون مبررا لسبب اللي هو الشهيد احمد الخير الذي نكل به اشد التنكيل، ويعني قصته موجعه حتى للحجر، كان من الإسلاميين يعني من أحزاب الإسلاميين غير المؤتمر الوطني. أنت أعدت عليه هذا الشيء، يعني لماذا لا تستطيع أن تستسيغ وجود الإسلاميين في الفترة الانتقالية أو في الخارطة السياسية ما عدا المشاركين في المؤتمر الوطني؟ شوف يعني أول حاجة ربنا يتقبل شهيدنا الأستاذ أحمد الخير. آمين يا رب العالمين.
الشهيد أحمد الخير إذا كان ينتمي إلى حزب سياسي فإنه كان ينتمي إلى حزب مشارك كان في السلطة، لكن أيضا كان عنده رأي ومرارات. لحظة، فهو حينما خرج واستشهد استشهد هو بقناعاته وليست بقناعات حزبه السياسي اللي قال إنه لن يهبطوا من هذه المركب حتى ولو غرقت بهم، وظلوا في المركب لحد ما غرقت بهم في يوم 11 أبريل. أنت لكن سوزوجي معي في إنه الوثيقة الدستورية التي توافقنا عليها، عشان الموضوع هو إنه مش موضوع عداء شخصي زي ما أنت قلتي وتفضلتي، نحن الموضوع موضوع سياسي. الحزب السياسي نحن قلنا في الوثيقة الدستورية عدم مشاركة كل من شارك في النظام 30 من يونيو في خلال الفترة الانتقالية دي، وتم حل حزب المؤتمر الوطني ولم يتم حل حزب المؤتمر الشعبي. صحيح؟ ليه؟ نحن بنتكلم إنه الفترة الانتقالية دي للذين ناضلوا لإسقاط النظام، فما ممكن وليس من المنطق وليس من غير المقبول إنك تكون مشارك في النظام الذي كان يقتل في هؤلاء الثوار وترفض كحزب سياسي أن تتخلى عن السلطة المشترك فوق دي، وإنت بتشوف أرتال الشهداء قدامك وتشوف الجرائم التي ترتكب وتقول أنا ما حأنزل، ده قرار الحزب. إذن إذا كانت قناعة بعض أعضاء الحزب في فئة مارقة على الحزب خارجة عن هذا المثل، مرحب بهم، نحبهم جدا جدا وهم جزء من الثورة وجزء من الثوار ولا نزايد عليهم، لكن الحزب كحزب لا يمكن أن يشارك في هذه الفترة الانتقالية، لأنه ما ممكن إنك تجيب النظام الأصغطه عشان يحقق لك أهداف ثورتك. عشان كده المسألة دي ما يبقى فوق مزايدة إننا نحن بنرفض الإسلاميين، هم ما يتكلموا عن لا نحن بنرفض الحزب المؤتمر الوطني، كل من شارك مع حزب المؤتمر الوطني، حركة الإسلامية، الأحزاب التي شاركت، وده متفق حوله. وقلنا إنه نحن خلال هذه الفترة الانتقالية مهمتنا أن نحقق الحرية والسلام والعدالة. نحن قلنا في الفترة الانتقالية نبني دولة مواطنة زي ما جاء في الوثيقة الدستورية، عشان كده قلنا في حاجة اسمها العدالة الانتقالية، كل من ارتكب جرم في حق الشعب السوداني واعتذر للشعب السوداني وده دون المساس بالحق في شنو؟ بالحقوق الخاصة والقصاص وغيرها. نحن يمكن أن نخلق مجتمع جديد متصافي يتقبل كل مننا الآخر، يعني ما بيبقى القبول من اتجاه واحد، يعني ما ممكن أنت لحد آخر لحظة يعني ما عندك موقف تجاه من يقتل. لكن يا أستاذ ودي يعني أعتقد أنك ممكن تكون معي أنه دائما الأحزاب في القيادة وفي العضوية المكونة، وما دائما العضوية القيادة تتحمل مسؤولية القرار. أيوة، لكن لا يعني لا تتحمل تعميم الأمر على تبعات الأحزاب فيها شهداء وقدموا أيضا تضحيات إلى آخره. يظلهم شوفي، عشان نحن ما موضوع الشهداء ده يعني ما يبقى موضوع نحن نتكلم، نحن نحترم كل شهيد ونحن الشهداء عندنا متساوين في الدرجة، والله لا نميز بين كل شيء طالما هو مؤمن، الفكرة واحدة، مؤمن بأهداف الثورة وكذا. لكن في النهاية الحزب السياسي من الذي يتخذ القرار فيه؟ هي قيادة الحزب السياسي، وطول ما قيادة الحزب السياسي وهذا الحزب السياسي ظل هو نفس الحزب سيظل هو خارج هذه المشاركة. طيب أنا أحترم وجهة نظرك وننتقل لملف آخر، لكن في ذات الوقت ممكن يكون الشهيد الذي نكل به وعذب حتى لم يناصر من قيادة حزبه. يعني يا أستاذة الناس اللي بتتكلم عنهم ديل ذاته، ما هم نكلوا ببعض الشهداء في بداية الثورة دي، ما بدت في 30 لا أنا أتحدث فقط عن الشهداء، عن حزب قدم شهداء، معناته ما بنقدر نعمم الفكرة على كل تيار. نحن محدد. مش شوفي الحزب الذي شارك يتحمل المسؤولية كحزب سياسي، لأنه أنا لما نجي حاكم أي تجربة ما بتحاكمي ودي، بتحاكمي تجربة حزب البعث العربي الاشتراكي. لما نجي حاكم الجبهة الإسلامية القومية ما بحاكم أفراد، بحاكم الحزب. عشان كده أنا بتكلم عن الأحزاب السياسية، مبدأ المشاركة ذاته يا أستاذ ودي. نحن ذاتنا حتى المشاركة فيه أقوال، يعني حتى في مكونات شاركت حتى لو على مستوى البرلمان في 2005 مثلا، شوفي مكونات عريقة وموجودة. شوفي ما نحن بنتكلم عن المشاركة في 2005 كانت بناء على اتفاقية سلام موقعة ما بينهم وما بين النظام السابق. نحن بنتكلم عن هذه الاتفاقية كانت اتفاقية مرعية بغض النظر عن رأيي الشخصي فيها، أنا حزبنا لم يكن جزءا من هذه الاتفاقية ولم نشارك في أي مرحلة من مراحل أحزاب أخرى فعلا.
الأحزاب الأخرى ذاتها لما فعلت حينما تم نحن نقول بشكل واضح الناس بتقصد التجمع الوطني الديمقراطي. نحن في عهد ديمقراطي نتكلم بواضح. التجمع الوطني الديمقراطي لما وقع على اتفاق القاهرة وقع على اتفاق مربوط باتفاقية السلام أو اتفاقية نيفاشا وبموجب يخش المجلس الوطني وانتهت هذه المشاركة بموقف ثم تشكلت هذه المعارضة بدينا بقوة بدينا بحاجة بسموها اللجنة الوطنية حقوق الإنسان والحريات ثم بعد ذلك تجمع القوة الوطنية ثم قوة جوبا ثم عدنا لتجمع القوة الوطنية ثم قامت تجربة قوة الإجماع الوطني بعدها جاءت مسألة كتلة نداء السودان يعني ده تطور طبيعي في اللحظة تحت التطور دي حتى إذا مسكتها من ديسمبر بس مما بدل كنا ننسى القديم ده كله من ديسمبر برضو ما اتخذت موقف إيجابي تجاه الثورة والسوار فأنت المسؤولية لا أنا متوافقة معك يا أستاذ ودي من الأول متوافقة معك فقط ما متوافقة في تعميم الفكرة لكن خلينا ننتقل إلى مربع آخر لا نحن أستاذ ودي ما بنعمم أيوة بالضبط عندنا الوثيقة الدستورية هي اللي بتحدد وهي الحاكمانة في الفترة الانتقالية دي اللي ارتضيناها نحن وارتضتها قوى الثورة نلتزم بها بس ما أكثر من كده. طيب يا أستاذ ودي اللي بتابعك في الشاشات يعني نفسيا كده باللغة الجسد بيجيوا حاجتين. الحاجة الأولى إنه يعني هذا الرجل مؤمن بشيء سياسي وهذا الرجل لديه جرح خاص أخضر لا زال أخضر. دائما كنت بشوفك إنك الأكثر قوة في اللغة الأكثر تهكما من أشياء الأكثر عرضا يعني بطريقة ممكن يكون فيها انتشاء فرح أكثر من حقيقي وواقعي. هل الحاجة دي عايدة للجرح الأخضر اللي هو إنه يعني مثلا ممكن يكون ولدك معاك ربنا إن شاء الله يرحمه ويغفر له ويتقبل قبول حسن هو ليس من صلبك لكن في النهاية يعد ابنك يعني ولم يعني لم تعطى حق الإخبار بوفاتي وأنت في المحتقل. ده حاجة من الحاجات المخلياك إنه شنو يعني مليء ب ب ب ب خلينا نقول ما أدري أستخدم مفردة تكون شوية قوية ما أدري أقول غبن أقول شنو مفردة بديلة لها بحزن خاص بغبن خاص والله يشوف بالإضافة للعام يعني أنا فقدت شهيد وكان ممكن أنا أستشهد ذاتي لكن والله ما جواي أي غبن يعني مش إحساس بإنه أنا بتشفى ولا بنتغم ولا كده. الكلام ده ما صحيح لأنه بدليل إنه أنا من بداية الإنغاز حتى سقوطه أنا أعذب العذبوني ده ما شايفه ما نحسي جدا ليه ما تشفيت فوقهم يعني الموضوع ليس غبن شخصي وليس غضب شخصي. العدالة نحن دولة بتاعت قانون عندنا دعوة جنائية في مواجهة القتلة ونتمنى إنه التحقيق يصل لنتائج لكل الشهداء شهيدي ابني زيه زي أي شهيد. المسألة بتاعت إنه لما نعرض أنا أكثر مش حاسي بتشفي بالعكس أنا كنت حزين جدا جدا إنه مهما كنت أسيء الظن بالذين كانوا يحكمون السودان ومتسلطين على رقاب شعبنا أنا جيت لقيت حاجة فوق سوء الظن نفسه أشد سوءا وده لأنه تكشفت قدامي معلومات ما كانت عندي. أنا بطرح المسألة لأنه هذه القضية يجب أن تصل كل مواطن بشكل جيد يعني دي الفكرة. بعدين منو اللي بعرفه أنا من ديل ولا كان أنا شغال معه ما كل الناس ديل كانوا خارج الدائرة بتاعتنا لكن هم كانوا مسيطرين على كل البلد فما في مسألة شخصية. دي أموال الشعب السوداني نهبوها خدتوها في جيوبه نحن بنشيل الأموال دي بنستردها ندخل الخزينة العامة عشان تعود للشعب السوداني بس أنا بهذه البساطة. الشيء الغريب يعني إنه حتى الأموال دي هم هسي يتكلموا يا أخي يقول لك يا أخي نحن ما مفسدين ما الكلام ده كلام ساكت. طيب إذا كلام ساكت ونحن بنتكلم في الميديا بتجي تستأنف ليه يعني؟ طيب إذا نحن أصلاً ما شلنا الأموال دي منك وتجي تستأنف ليش نو؟ على ذكر الاستئناف الاستئناف نفسه فيه أقوال كثيرة شديد ومن ضمنها الحوار الذي أجرته الزميلة أميرة الجعلي لصحيفة الانتباه مع السيدة رجاء نيكولا تحدثت عن إبطاء لجنة الاستئنافات وعن إنه قوى الحرية والتغيير عينت عضوين وإنهم احتذروا والكلام ده لغاية تقريباً كان في أبريل
الحوار أنه حتى يومنا هذا لم يعقد اجتماع لجنة الاستئنافات، لماذا الإبطاء في عدالة الآخر أو في إحطاء حقوقه القانونية؟ لا أريد أن أتحدث باسم لجنة الاستئناف لأنها هي لجنة أعلى مننا، لكن طبعا العملية نتكلم بالشكل العام، يعني بالشكل العام أنه شيء طبيعي أنه طبعا القانون ذاته ما أشوفي أنا دارب لي حاجة. في 30 يونيو 89 حس أرجعوا المراسيم الدستورية مصادرة وكذا، حتى بيت أمين مكي مدني مصادرة، ما في استئناف، يطلعوك من البيت، أنت مستأجر من واحد كوز، طلعوك منه بالقوة ويرموك برا دون أي محكمة لا مدنية. لكن دي ما حجة مش؟ أنا دار أربط لك الاثنين، مهم جدا تعرية المسألة دي، لأن المقارنة بتوري زول نحن ماذا نفعل وماذا كانوا يفعلون. ما في زول أدوه قروش، والله أنا أعرف شخص صدرت منه 6000 طن من الحديد لحد ما توفى، والله العظيم فايله تحت أباطه وتوفى حسي قبل تقريبا سنة ونص ولا سنتين قبل الثورة. ظلم كبير، نحن بشر يمكن أن نخطئ ويمكن أن نصيب، عشان كده عملنا استئناف. بعد الاستئناف وده بموجب القانون، وبعد الاستئناف في ثاني القضاء. طيب الخطوات دي خطوات منطقية، نحن لما نصدر القرار ما بنصدره ساي، بناء على معلومات وحيثيات وتحليل. لكن ما في قرارات تم التراجع من حق فيه تراجعنا عن قرارات. طيب ما من الأول يا أستاذ ودي، مش أنا أفضل أجيب الأدلة الكافية حتى أدينك؟ لا، كونه أنك أنت ما بتتراجع عن القرار ما معناه ما عندك أدلة. عندك أدلة، ما هو أصلا إذا أي أدلة بصدر قرار معناه بيبقى نهائي. النهائي ده معناه بيحرم الزول عن الحق. أنت ترى أنا بشوف المفروض بعد ما أنا أصدرت تاني يكون إلا بوابة لجنة الاستئناف. لا، حسي نحن ما في التعديل بتاع القانون ده أدانا الحق حتى أن نراجع أنفسنا، يعني حتى قبل يا إما بناء على طلب الصادر في حق القرار أو بناء من تلغاء نفسنا نحن. هل كانت في عجلة في بعض القرارات من بوابة النقد الذاتي؟ لا، ما أنا حد حسي بقول ما في تعجل. نحن بالمناسبة حسي الناس قدر ما الناس بتتكلم، الخميس ده ما ظهرته ليه؟ مش كده؟ نقعد مرات شهر وزيادة. ليه؟ لأنه يا جماعة الموضوع ما القرار، الموضوع الإجراءات والتأكد والتحري والتحقيق قبل أن تصدر القرار. في ده أنا أقول لك شيء طبيعي أنه أي عضو لجنة يعني يستغل من حقه، وده شيء إيجابي يا جماعة، لأنه دي لا، لكن يستقيل للتشكيك في العدلية؟ لا، مش هو يستغلوا، هم دي لم أصلاً لم يبدأوا عملهم، يعني مجرد ما تم اختيارهم بعد فترة هم تقدموا باستغالتهم إلى أن يتم تعيين بدلاء لهم. لكن أنا بطمنك وأقول لك أنه لجنة الاستئنافات، وبطمن الناس، لجنة الاستئنافات حتى عندها دائرة قانونية شغالة معاها، وأوريدي الملفات دي بدأوا فوقها، وأنا بحيي يعني لجنة الاستئناف، وأفتكر أنه هم قادرين على أن ينظروا في هذه الاستئنافات. نعم، المحاولة للي حاوى كأننا نحن بس بنجي ونقرأ القرار وما عندنا أي حيثيات، الكلام ده ما صحيح. لا، هي في حيثيات، لكن الحيثيات تتفاوت ما بين القوة والضعف، وإلا أنا ما كنت بتراجع عنها. أستاذ ودي بس خليني لا، أنا أوريك مداخلة صغيرة اسمح لي بها لو سمحت. لا لا، الكلام ده خطير. لا، حتجي راجع له، حتجي راجع، حديك فرصة ترجع له تماما. أول حاجة خليني أمل عن الوقت، إنه نحن نحترم تجربتك السياسية والإنسانية كثيرا، وعارفين الغرفة 19 وعارفين الثلاجات، وتحدثنا عن ولدك الشهيد، يعني أصلا ما في زول يقدر يقول عن نضالك شيء. لكن أنت دخلت للعمل السياسي من بوابة المحبة العاطفية وبوابة النضالات، هذا الشيء ربما أضعف الأداء السياسي نوعا ما. يعني أعذرني أن أقول لك، بعض من آراء الشارع العام يتحدثون إن والله يعني لجنة إزالة التمكين ناس بيقول لك هي الوحيدة الشغالة، وآخرون يقول لك والله لجنة إزالة التمكين أشبه بحقنة المورفين المهدئة لآلام الشارع وأوجاعه ومطالبه الحياتية والمعيشية. معلومة الاثنين كويسات، الاثنين كويسات معاك. أي يعني إذا بقت هي حقنة ومهدئة له، معناها أنت بتديه حاجة مريحة. شوفي الثورة دي الناس كلها بتنتظر منها الكثير. قبل سألتني سؤال قبل الفاصل، راجع له في النهاية اللي هو إنه هل أنت راضي؟ لا، أنا ما راضي. ده تصريح شجاع. لا، ما راضي. يعني نحن أهداف الثورة أهداف كبيرة جدا جدا، ويجب تحقيقها بغض النظر عن الأسباب. الشارع يتوقع الكثير، والتطلعات عالية، ويجب أن تكون عالية هكذا، لأنه فعلا ما دفعناه من مقابل تضحيات كبيرة جدا جدا.
عشان كده الناس لسه ما شافت التغيير، لكن انا افتكر انه ماشيين التغيير بس على كمان الاشاعه برضه اشاعه الروح بانه الثوره لم تنجز شيء، الكلام ده ما صحيح برضه، ده بيستعملوا القوه المضاده على اساس انه تصيب الناس بحاله من الاحباط وتظبيط الهمم وتقتل فوقهم روح. طيب يا استاذ ودي انت رجل قانوني، العمل والبناء وكده، فانا بفتكر انه نحن محتاجين نقول الايجابي وننتقد السلبي ونطور تجربتنا ونحن ماشيين لقدام، حققنا الكثير. حسي قبل ايام الان تم تعيين الولاة المدنيين، هو خطوه متقدمه جدا، الان الولاة المدنيين حيكون عندهم حاضنه حقيقه. طيب يا استاذ ودي انت رجل قانون، ما بتنفع معك الاسئله الايحائيه، تنفع معك البينات. طيب انا اديك بينه وانا من قبل بقول لك كلام ايحائي ما ادري اقوله بصوره مباشره، اللي هو انت دخلت من باب النضال بكررها، من باب العاطفه المجبوبه. العاطفه دي احيانا بتاخذك لتصريحات غير واقعيه. تتذكر تصريحك الشهير واللافي شديد في السوشيال ميديا اللي هو انه صادر الذهب يا جماعه حيعمل 17 11 مليون، وصادر شنو حيعمل 7 مليون، وحاجه السودان كلها يا جماعه 17 مليون فقط 11 مليون فقط. اذا ال 11 مليون دي احتياجاتنا نحن، وال 7 مليار دولار دي يشتتوها في الصرافات وفي الحاجات زي كذا. ولا زلت اكرر نفس الكلام، وين ده من معاش الناس ومن حياتهم في الكهرباء والعيش والخبز والجانب العاطفي؟ ما كعب، ما هو أي إنسان فوقه جانب عاطفي، لكن أنا دار أقول طوال الفترة، يعني أنا الآن في حزب البعث العربي الاشتراكي واعتز بأنه أنا 35 سنة داخل الحزب، وبالتالي الحزب تعلمني وخلى كيف أتعامل بشكل عقلاني وعلمي، وأهلني وثقفني ودربني، كل ده أنا بعتز بأنه ده فضل حزب البعث العربي الاشتراكي إن شاء الله. فلكن في نقطة مهمة جدا جدا، أنا لازلت متمسك بأنه البلد دي فعلا دي ثرواتنا، ونحن إن شاء الله حنصل مرحلة أنه نشتت السبعة مليار. تحدثت أنه دي ثرواتنا، أنه ده خلاص حصل وانتهى. لا لا لا، الذهب تم الكلام ده قال 200، شوفي أنا دار أقول لك الذهب تم تصديره يا أخواننا عبر مطار الخرطوم، ده كلامك اللي قلته كده 200 قلتها كده، أنه الذهب تم تصديره، الكلام ده ما قلته يعني، ممكن نجيبه في الحلقة عبر المونتاج. لا 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 لا، ما حصل كلام زي ده، الذهب تم تصديره ده حسي أنا كنت قبل يومين ولا ثلاثة، كان أول أمس تقريبا اللي هو اتصدرت شحنة ذهب، لم أتحدث أصلا ذاته. خلاص خلينا عنه، ممكن أنا أكون أنا مخطئة. لا لا، الكلام ممكن أكون أنا مخطئة. لا لا، ما مخطئة في التاريخ، أنت مخطئة في التاريخ، لكن الكلام ده أنا قلته إبان الثورة وبعد الانتصار وقبل الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، بتكلم باعتبار أن السودان ده كله ثروات، ثروة معدنية ذهب، وعندنا ثروة حيوانية وغيره وغيره من المسائل، لكن قلت ضربت مثال بالذهب ومعاه الصمغ العربي. إذا إن نحن استغلينا الاثنين ديل استغلال صحيح، ديل بيجيبوا لنا 13 مليار أو 17، لا لا وحاجتنا ل 11. لا لا، أنا قلت 13 مليار صدقني تقريبا، إذا قلت 17 برضه أكون أضيف ثلاث ثروة حيوانية، يعني ما مشكلة يعني. كويس، فإنه حاجتنا حقيقة لا تتجاوز 9 إلى 10 11 ماكسيمم، الباقي ده كله فايضنا. قلت حتى، مش أنا أقول لك الكلام اللي قلته كمان، حتى قلت والله يا أخي دوه العريس الماشي شهر العسل الهلال نشتت، الخطابات العاطفية وده ممكن ما عاطفي، ما هو مدعاة والمشاكل موجودة. أنا أقول لك الآن السودان ينتج الآن أكثر من 80 طن، أكثر من 80 طن من الذهب الذي يصدر، أكبر صادر حصل لحد حسي 24 طن، الباقي ده بيمشي وين؟ ما ده سؤال، ما ده نحن المفروض أكون طيب. السؤال ده أطرحه ليك أنا، أيوة ما أنا دار أجاوب. الباقي ده بيتهرب ليه؟ الآن تم توحيد البوابة، نأمل إنه التجربة دي تنجح. التجربة دي برضو مواجهة بتحديات، وفي ناس ما من مصلحتهم الكلام ده. الآن المحفظة القامت دي إنها هي تشتري الذهب بسعر البورصة، الليلة الذهب في البورصة بيساوي كذا، اشتروا بنفس السعر، ما بتحوي زول، انه زمان كان بتشتري بأقل، عشان كده انا تمام تمام يا استاذ ودي. فاذا الايرادات دي جات وتصبت في المحفظة وفي الحسابات بتاعتنا داخل المصارف، انا على يقين ال 80 طن دي ما بتجيب السبعة. ما هو انت لسه بتقول ذات الكلام بعد مضي عام على الفترة الانتقالية، ما هو في كلام انت كنت لما تقولي مضي، انا اتكلم عن الحكومة، انا
اعترف في هذه الحكومة بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17/8/2019. وما الذي تغير في حالة الانفراج الاقتصادية أستاذ ودي؟ طبعا أنا أكثر حاجة يعني بأيدك فيها وخلينا أقولها قدامك، مسألة الشجاعة الممكن أقول بها ما هو صحيح وما هو يحتاج إلى تقويم أكثر. يعني إحنا من أطفال مثلا ممكن نقرأ السودان سلة غذاء العالم ونحن محتاجين، إحنا جعانين لأشياء كثيرة من ضمنها القمح. فوين المشكلة؟ ليه كل شخص بيدينا آمال خضراء وهو في الخارج خارج الحلبة؟ لأنه نحن ما حكمنا عندما يأتي نفسنا. إلى الحلبة اختصار ما حكمنا نفسنا، السودانيين ما حكموا نفسهم يا جماعة. الآن من 18 أو 17 أغسطس الماضي، لا خلي 17 جاي في 17 يعني من الاستقلال لحد حسا 64 سنة. ال 64 سنة دي نحن عشنا فوق يعني تعددية في 12 سنة فقط، 12 سنة فقط تعددية. ال 12 سنة فقط دي مجزأة إلى أربع فترات. حسي نحن ممكن نحسب سنة مثلا ونحسب ال 11 سنة الباقية في ثلاثة فترات. لكن عشنا نظام ديكتاتوري، ثلاثة أنظمة ديكتاتورية تسلطت على رقابنا، عبود أو بعد ذاك نميري 16 سنة، وجات الجبهة الإسلامية 30 يونيو المشؤوم 30 سنة. فأنت كيف يعني تقدر تعبري عن نفسك وتصلي لغاياتك؟ ما هو فما حاصل. طيب الخراب اللي حصل 30 سنة ده المفترض بشكل يعني في شيء عاجل بيتعالج عاجل وفي شيء ما بيتعالج عاجل بياخد زمن. طيب المهم إننا نحن نضع السياسة الصحيحة ونمشي في الطريق الصحيح. نحن مواجهين في الفترة من شهر 9 لحد حسي اللي هي فترة الحكومة الانتقالية، ومفتكر السلطة الانتقالية اكتملت في سبتمبر أو لسه كمان هياكلها ما اكتملت، باقي لنا المجلس التشريعي وده الأهم على فكرة. صحيح. وكان وقع العديد من المشاكل. أوافقك إنه هو أهم شيء في هياكل السلطة الانتقالية مجلس التشريع. الآن إحنا شكلنا مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والآن الولاة المدنيين فضلينا مجلس التشريع ننجزه عشان البلد تمشي بمؤسساتها. طيب في حاجات سريعة المفترض تتعامل فيها تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين وتتعلق بالرغابة. طيب دي نحن ضعيفين فيها، ما قدرنا أحكمنا الرغابة، ما قدرنا وفرنا للمواطن حقيقة قوته، مواصلاته اليومية، التفاصيل دي فوق أسباب كثيرة متعددة وما ندار أجد أي مبرر. أنا بفتكر إنه محتاج للمبرر، نتحمل هذه المسؤولية أيا كانت بدون مبررات، لأنه دي حاجات يومية وصغيرة. لكن في حاجات ما بتتحقق إلا بعد مدة، دي ممكن نتناقش فوقها وناخد وندي. فأنا أفتكر إنه دي سببها كمان عند أسباب، عندها أسباب إنه المسيطرين على كل الحركة بتاعت الاقتصاد هم النظام القديم كانوا. عشان كده لما نقول تفكيك النظام القديم بمؤسساته الاقتصادية المكان كان مسيطر عليها، نحن لما نتكلم عن التفكيك عشان نمهد الطريق عشان ده يحصل، لأنهم هم اللي بيزيدوا، هم اللي بيضاربوا بالدولار، وهم اللي خربوا الجهاز المصرفي، وهم يعني أضعفوا قيمة الجنيه في مقابل العملات الصعبة. ده كله يقول لك لا لا أنت لما استلمته ما كان كده. لكن أنت معي يا أستاذ وجدي إنه أصلا مهمة الحكومة الانتقالية أن تضبط هذا الأمر، وإنت يعني تحدثت حديث فيه نسبة كبيرة من الصدقية ومن تحمل المسؤولية. ومن الزول الحاضر الآن في الشاشة وبيسمعك أعتقد أنه بيجيه الكثير من الاحترام تجاهك. لا 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 لا. أنا درجيك لنقطة أخرى برضها نقطة شايفة فيها أنه جانب عاطفي، اللي هو يعني قبل تحدثنا على 17 مليار دولار والعريس يشيل معه شهر العسل زي ما داير وتتشتت. أيوة الصرافات. ربنا يحضرنا الكلام ده. أنا إذا ربنا أحيانا نعم وحققنا السلام وتوقفت كل هذه الفواتير اللي بتدفع ساكت كويس، وتوقف الاستنزاف اللي كان بيستنزفوه الجماعة إياهم اللي هو على حساب لبن الرضيع وغيره 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 وغيره، نحن بالمناسبة نستطيع أن نحقق عائدات جيدة وعالية. ده ما معناه ما بنقع في أخطاء، هي ما بنقع في أخطاء، لكن حتى الآن إبطاء عملية السلام برضو ملف ممكن نجليه. نعم. لكن أنا كان سؤالي مثلا زي تصريح السيد صلاح مناع إنه الآن يعني لجنة إزالة التمكين، الكلام ده تحديدا أنا سمحته في شهر رمضان الفائت تقريبا مايو، لأنه الآن عندنا 4 مليار دولار من لجنة إزالة التمكين. نفاه طبعا الكلام ده. لا أنا سمحت منه مباشرة في تقرير أنا شغالة وهو تحدث مباشرة يعني من لسانه. قالت قد يعني بعض الحاجات يعني، طبعا أنا دار أقول لك حاجة، في من نحن ما دار أقول إنه الرقم أكبر أم أقله،
لأنه المسألة دي مهمة. ما أنا مش في الرقم. أنت عارف ظلينا خمسة دقائق ولازم نجنح كده بعد شوية للسلم. لا مهم. لكن الكلام ده ما عاطفي بالمناسبة. لا أنا داير أقول لك شنو يعني. هو بيتحدث عن إنه 4 مليار دولار. والسيدة وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة تتحدث إنه نحن يا جماعة الآن يعني أريد أن ألطف الكلمة إنه الآن نحن نستجدي المانحين لنجلب لكم الأموال للاحتياجات الرئيسية للشعب، وهو يتحدث عن 4 مليار دولار، فبتحس إنه في تناقض. شوف أنا أقدر أقول لك حاجة كبير. أنا 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 أنا, أنا مع ما مع الاعتماد على الهبات والغيره، بالرغم من إنه أنا في الحديث الرقمي. لا ما دقيقة، يعني أنا أقدر أقول لك شنو الآن نحن ممكن بالمناسبة إذا وظفنا كل جهودنا في عملية البناء والإنتاج، صدقيني السنة الجاية بيكون حصل تغيير كبير. الأربع يعني مليار في ولا ما في؟ نحن ما بنستلم قروش عشان يكون عندنا في عندنا 4 مليار ولا كده، نحن نستلم أموال زائدا أصول. استلمتوا 4 مليار فعلا؟ من وين؟ من هو الكلام حول تقدير هذه الأصول المستردة. يعني مثلا نحن استردينا الـ 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 الأصول بتاعت هيئة النهر النهري الحمد لله عاد دي قيمتها لا تقل عن 450 مليون دولار. لكن دي انا ما بحسبها دي ما ملك الدوله المفروض يعني ويتم تشغيله وكذا. لا ما ملك الدوله، منو قال لك ملك الدوله؟ لا الان تصبح ما هي اصلا مش مهمه ايلوله هذه المؤسسات للدوله. طيب ما هو ده المقصود يعني دكتور صلاح، بل انا اتحدث لما 4 مليار بدي حابي انه الان في خزانه الدوله 4 مليار ممكن يكون موجودة. ممكن يكون الناس فهمتها بطريقه يعني ما صحيحه، ويمكن يكون هو ذاته صرح بطريقه يمكن فهمت غلط. لكن انا دار اقول انه الاموال كبيره وكثيره ما تم استرداده، والناس اللي بيقولوا ما في حيازتهم في حيازتنا وفي حيازة الآن معانا وزارة المالية. وزارة المالية عملت إدارة اسمها إدارة الأصول والأموال المستردة، يعني بنعمل هاندلنج لها. في نفس الوقت إنه القانون نص على تشكيل لجنة يشكلها رئيس الوزراء، هذه اللجنة مهمتها استلام هذه الأصول وإدارتها والتصرف فيها. فدي بعد مهمة الحكومة. لكن أنا دار أقول لك إذا أصلي واحد، أنا بتكلم عن 450 مليون دولار. إذا أنا بتكلم عن ما الأصل ده، لكن ما عاوزين نبيعه يعني ما عاوزين دارين نرده للدولة. لا ما دي هي أصلا بتغيم هكذا الأصول. يعني ما شرطا تبيعية. يعني هذه الأصول ما هي قيمة مالية. يعني حسي مثلا موضوع الذهب من جديد. أنا أرجع لك لموضوع الذهب تاني. يعني طبعا مثلا الذهب أفضل لنا 3 دقائق. أفضل أيوة الذهب ده لأنه ثروة حقيقية. طيب الذهب ده نحن ذاتنا نصدره ليه؟ الذهب ده إذا عندنا الإنتاج كله وبندفع للناس حقه وفق السعر العالمي، نستطيع حتى الذهب ده أن نعتبره ضمان نأخذه بالضبط ونأخذ نفس أمواله، ويظل هذا الذهب احتياطي موجود السوداني داخل خزانة بنك السودان، يعني أو يكون موجود يعني كضمان. أنا دائرة أقول إننا نحن ممكن نعمل الكثير، وأنا دائرة أقول إنه نحن بنتمنى كل الأفكار النيرة والجميلة دي إنها تكون موجودة على أرض الواقع. ودائرة أقول لك إنك كنت شجاع وصادق جدا وتمتعت بالثبات الانفعالي، وخلينا نعمل كده سوفت لاندينج في النهاية. سوفت لاندينج ده مصطلح اليوم ما مقبول اللي هو إنه الراتنين، لو سمحت لي في استخدام كلمة الراتنين، عندهم عندهم تفوق فني شديد من زمن خليل فرح، ولاحظ انه غنى جاء ام درمان يمكن ما بيعرف عربي وبعد ذاك غنى باللغه العربيه الفصحى. وعندك محمد وردي، فكده نتكلم عن الفن شويه، رايك شنو؟ وعن ميولك الغنائيه. والله انا طبعا يعني بعد الميول السياسي انا طبعا احب الغناء النوبي جدا، واحب كذلك الرقص النوبي. يعني بفرح جدا جدا يعني في لحظات القناء النوبي والمناسبات والأعراس وكذا، وبستمتع بالرقص النوبي شديد جدا. يعني تترتم كويس؟ أنا أتكلم أو أتحدث اللغة النوبية بشكل مقبول. ممكن توجه لهم هسه يعني بشكل مقبول، لكن طبعا بالنسبة لهم أنا تايواني بالرغم أنه الحمد لله يعني تربيت وسط أهلي في حلفة جديدة، يعني ما فرقتني منهم إلا الجامعة ثم بعد ذلك العمل يعني في الخرطوم وكذا. لكن بحيي أهلي في كل المنطقة النوبية، وبحيي أهلي في حلفة، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين كوريغونا يانلا، وبحيي أهلي أيضا وأحبائي في كل ولايات السودان المختلفة، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وبشكل خاص أنا بهني النازحين في معسكرات النزوح في دارفور،
واقول لهم ان شاء الله ده اخر، نتمنى انه يكون اخر عيد في المعسكرات، وتعودوا لاغراكم امين معززين مكرمين مرفوعي الرؤوس نايلين كل حقوقكم بشكل كامل، وكذلك حقوقكم الخاصة تجاه كل من ارتكب جريمة في حقكم. آمين. طوال آمين. السنوات الماضية. آمين. اتكلمنا عن اللون الغنائي، ولقيناه لون نوبي، ماذا عن اللون الرياضي؟ من البدلة بنعرفه ولا؟ والله فعلا عنده علاقة بالبدلة، لكن أنا صراحة زمان كنت أنا بلعب كورة كنت. وأحب الكورة جدا جدا. لكن بعد فترة كده مشيت فيها شوية كده في الأندية وكده؟ أنا البيت الرياضي، والدي كان سكرتير نادي المريخ في حلفة جديدة، ومريخابي على السكين. وفي البيت ما في زول مريخابي غيره، نحن ثلاثة أخوان كلنا هلال أبو. يعني ربوا وتعبوا ده يعني زمان يعني كويس، ولا زال هو يعني متابع للرياضة ومهتم بالأخبار الرياضية وكده، لكن أنا اهتمامي قل بالرياضة مما خشيت الجامعة، وعشنا بعض الحالات بتاعت الإحباط الأندية الرياضية دي، الهزائم المتكررة وكده، فقل اهتمامي. جيت تتعاطف معاه لكن ما مختلق الفكرة. يعني أنا لو قلت لك حاجة، أنا ما بتذكر 200 خشيت استاد يعني دي كورة وكده، لكن بتابع كأس العالم بتابعه كله يعني. أما ميولي لازلت يعني أنا هلالابي، لازلت هلالابي وأعتز بنادي الهلال وكده، لكن صراحة حسي لو سألتني قلت لي عدد لي كم، فخلاص زي ما انت قلتي كبير، ده بقى ميول عاطفي. لكن نتمنى انه الرياضه في السودان تتطور يعني، ونبقى نحن ناس بنعتز بانديتنا. بالمناسبه زمان الكوره كان ما هلال المريخ بس، يعني انا المورد ده كان قوي شديد. المورد انا كنت معجب بالمهديه. المهديه لما صعدت الدرجه الاولى حتى سمينا فريقنا المهديه الوقت ذاك نحن، وزينا كان زي المهدية، لأنه المهدية وبري ويعني ذيل كلهم كان أندية ينافسوا الهلال والمريخ. بري قبل كده غلبت المريخ كم؟ 7. إن شاء الله يا رب العالمين يرجع السودان كله. المريخ ما يزعل يعني، ده سنين طويلة يعني. لكن دارين السودان كله يرجع للعهد بتاع، ما هو في عهد بتاع الصحوة وفي عهد بتاع نكسة. الصحوة دي بتكون في الكورة وفي الراديو وفي الإذاعة وفي التلفزيون وفي كل حاجة. نحن بنتمنى إن شاء الله الأفكار الجميلة اللي قلتها لنا دي نشوفها على أرض الواقع، ويتأثر بها معاش الناس الغاز والجاز والرغيف والدواء وكل حاجة. شكرا جزيلا لك على رحابة الصدر، شكرا جزيلا لك على يعني طلاقة اللسان وعلى صدق البيان. كتر خيرك وكل سنة وانت طيب. الصحة والسلامة، شكرا لكم وكتر خيركم وكل سنة انتم طيبين، والتحية لكل الناس الواقفين وراء الكاميرا وداخل الاستوديو. وخلونا برضو نقول للقطاعات الكبيرة كل سنة وانتم طيبين، كل السودانيين يعني. شكرا جزيلا لمتابعتكم لهذه الحلقة من لم يعد سرا حتى جديد اللقاء، في أمان الله.